حالة من الحزن خيمت على أهالي مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية بعد إعلان خبر وفاة المنشدة المصرية الشابة مريم شبل، والتي توفيت بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان، وتم تشييع جثمانها إلى مقابر العائلة وسط حالة من الحزن الشديد. وقد نعاها الكثير من الأهل والأصدقاء سائلين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة ويلهم أهلها الصبر والسلوان، فقد كانت تتمتع بالأخلاق العالية والصوت الجميل الشجي الذي نال إعجاب كل من سمعه. الراحلة هي زوجة الدكتور محمد مصطفى العجيمي، وهو دكتور بكلية التربية الموسيقية بحلوان، والذي نعاها عبر حسابه بالفيسبوك وقال: بقلوب مؤمنة حزينة وراضية بقضاء الله وأمره، إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي مريم شبل ونعم الزوجة الصالحة. يشهد الله أنك لم تقصري أبدا، وكنت خير جليس وصديق وحبيب، ربنا يرحمك بحق الأيام المفترجة، شكر الله سعيكم لكل من تواصل معي ولم أستطع الرد، ادعوا لها في صلواتكم. كما نعاها أيضا الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، حيث كتب عبر صفحته أيضا وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، طول عمري أكتب بوستات أشيد فيها بأولادي وبنات المنشدين، فرحان بهم في كل لحظة قضيناها في مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فرحان بتخرجهم ونجاحهم وتألقهم في كل المحافل. وعمري ما كنت أتخيل أني أكتب بوست أنع فيه بنت من بنات العزيزات على قلبي، مريم علاء شبل بنتي في ذمة الله، ربنا يرحمها ويصبرنا ويصبر زوجها وأهلها. وقالت والدة المنشدة الراحلة مريم شبل بعد وفاتها بالسرطان أن مريم أدت صلاة الظهر بعينيها ثم حمدت ربها وتوفيت بعد ذلك، وحاول الأطباء تقديم المساعدة الطبية لكنها توفيت. وصرحت أيضا لموقع المصري اليوم أن آخر ما كانت تردده ابنتها مريم هو نطق الشهادة والحمد وذكر الله وطلب الرضا والسماح من والديها وكذلك أفراد أسرتها على تعبهم معها في الأشهر الماضية. وأضافت أن ابنتها كانت متعلقة بحب الله ورسوله وحفظ القرآن والأناشيد الدينية ومدح النبي، مما كان له الأثر الأكبر في صبر ابنتها على المرض وتقبلها لحالتها الصحية، وأنها لم تخشى الموت أبدا، وكانت دائما ما تردد: لي الناس يا أمي بتخاف من الموت. أما والدها السيد علاء شبل فصرح وقال أن ابنته كانت بر بوالديها حتى في مرضها، كانت تتحمل الآلام التي لا يتحملها بشر حتى لا تنقل الوجع إليه أو لوالدتها، مؤكدا أنه راض عنها تمام الرضا، داعيا الله عز وجل أن يغفر لها ويتغمدها بوسع رحمته. وأضاف أيضا أن ابنته تزوجت منذ عامين، وبعد زواجها بأشهر أصيبت بالسرطان، وأحسسنا وقتها أن الحياة قد وقفت ولم نتملك أنفسنا، ولكنها خرجت من الموقف سريعا وحمدت الله عز وجل وتقبلت مرضها رغم معاناتها خلال عام ونصف من عمليات جراحية وجلسات إشعاعي وكيماوي، وكانت هي من تشد على يدينا وتزرع في نفوسنا الأمل. وأوضح أيضا أنه لم يتخيل مشهد وداعها إلى مثواها الأخير، مؤكدا على أنه كان كبيرا يمتلئ بالمشيعين وسط دموع ممن يعرفها وممن سمع عنها وعن أخلاقها. واختتم حديثه وقال: إلى اللقاء ابنتي الغالية وقرة عيني، لقاءنا في الجنة، وبإذن الله تكوني شفيعا لنا عند رب العباد. وقد تميزت المنشدة الراحلة بجمال صوتها ووجهها الملائكي، وملكت قلوب وإعجاب كل من تعامل معها، وأطلق عليها مدربها أم كلثوم المنوفية، وقدمت عروض كثيرة وكان ينتظرها مستقبل واعد. غفر الله لها ورحمها وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وكل محبيها الصبر والسلوان.